السلام عليكم. هنا خلصنا الـ خلصت الـ unwrap للجزء اللي احنا بنعمله ده، كملت باقي الحاجات اللي كانت ناقصة يعني، وحطيتهم في حتت فاضية، حاجات صغيرة دي زي الأجزاء دي مثلا، عملت لهم unwrap وحطيتهم هنا كده يعني في الحتت دي يعني، وظبطت التكسل دنسيتي بتاعتهم بحيث ان هم ياخدوا نفس التكسل دنسيتي اللي هي دي يعني، هي 1K في ماب سايز 2K، فهتلاقي كل حاجة زي بعض يعني، هتلاقي ال والتكتشر بتاع الشيكر ده شبه بعض في كل حتة يعني. في حاجة تانية عملتها، خليت الإزاز ده يفصل يعني، يعني في الأول كان لازق في الجزء ده، فأنا فصلته يعني، فصلته عن الحتة دي، خليت الحتة دي تكمل يعني الجزء ده، بنيت الجزء ده، عملت بريدج هنا عشان، وبعد كده عملت له أندريب حطيته عشان لما ماجي أحط ماتيريال الإزاز ده اوباستي احيانا يعني، ممكن يبان المشاكل في ال ممكن يبان مشاكل في الحتة دي يعني، عشان في الجيمز الموديل بيبقى one sided مبيبقاش two sided، فهيشوف لو معمول له، لو الحتة اللي ورا دي متشافة هتبقى معمول لها reverse يعني، يعني لو شفت الحتة دي من هنا كده من الجزء ده هتلاقي الحتة دي بقت شفافة كده، بينت اللي وراها، فهتبقى مش منطقية يعني. فيعني بنيت دي عشان بس يخبي الحتة دي يعني. تمام، في حاجة تانية ممكن نعملها. طبيعي لما قبل ما بتيجي تعمل بيك، في كذا طريقة يعني، إن أنت تحاول ما تخليش حاجات قريبة من بعض يعني وأنت بتعمل بيك، عشان لما بتخلي حاجات قريبة من بعض بيسيب مشاكل، بيعمل مشاكل في يعني بيعمل بيك غلط في الحتة اللي جنبها دي يعني. يعني ممكن تطنشها لو هي حاجة مش باينة قوي ولو انت مستعجل، او ممكن ان انت بتبعد يا اما تعمل حاجة اسمها اكسبلود، بتبعد الحاجات اللي هي بتبعد الحاجات اللي هي حاسس انها هتعمل المشكله دي، وبتعمل بيك بنفس الجزء الهاي بولي في نفس الوقت يعني في كده، او يا اما ممكن تفصل الاجزاء القريبه من بعض دي، تفصلها خالص، تعمل لها سيبريت، وبعد ما تعمل سيبريت بتديها اسم تاني يعني. مثلا عندنا مثلا الاسم بتاع الموديل ده مثلا كده يعني 01A underscore low، فانت ممكن تدي الاولاني مثلا underscore 01 مثلا، والتاني والجزء التاني تديله underscore 02 مثلا، حسب الحاجات اللي انت عايزها يعني. فبتعمل نفس القصة في الهاي بولي، بس الفرق بقى ان انت عشان تماتش الاسم الاسامي فبيبقى underscore low و underscore high، وفي بينتر بتكتب ال underscore low underscore high عشان يعرف ان ده ان لما بتيجي تستخدم بيك باي مش نيم فبتختار الحتة دي يعني، او ممكن تسميها low poly مثلا، او اي حاجة يعني، اي حاجة انت عايزها يعني، بس هو الديفولت في بينتر underscore low underscore high يعني، فخليها كده يعني. في بقى حاجة تانية في الهاي بولي، الهاي بولي قبل ما تبعته لازم تعمل مش سموز يعني، مش هينفع تدوس تلاتة مش هتنفع، لازم تعمل مش وسموز، بس قبل ما نعملها لازم نفصل طبعا الحاجات اللي احنا عايزين نفصلها يعني. ف الحاجة التانية برضو ان انا اديت بتدي ماتيريال للأجزاء اللي انت عايز تفصل يعني تستخدم يعني، مثلا الجزء ده ميتال، الأجزاء الميتال اديت لها نفس الماتيريال الأجزاء دي، والأجزاء
اللي هي البينتد ميتال دي بتديها اللون ده، الماتيريال ده يعني اي ماتيريال يعني، بس تسميه يعني. مش لازم حتى اللون يعني، اهم حاجه الاسم يعني. يعني لو اديتها تطلع لون بنفسجي هتنفع احسن. بس والازاز مثلا بتدي اللون. وفي حاجات مثلا، في حاجه رفيعه جدا كنت عاملها انا في الهايبولي قبل كده، الجزء ده عباره عن زي حته صغيره جدا بس يعني ممكن برضو تعملها يعني، اللي هو بيبقى زي اللي هو الرابر ده، اللي هو بيبقى ما بين الفاصل ما بين الازاز والبتاع ده، بيبقى فاصل ما بين الازاز وال اللي هو الرابر ده، الرابر ده بيبقى فاصل ما بين الازاز والحديد والميتال مثلا، عشان ما يجرحش الازاز مثلا او ايا كان. بس ف نفس القصة هنا برضو يعني، كل ده تبع البينتد ميتال يعني، والمسامير دي واخدة نفس الماتيريال ده يعني. بس ف يعني هظبط بس الأسامي والحاجات دي يعني، هفصل الحاجات القريبة من بعض يعني، هفصل مثلا ده وده وأديله اسم مثلا عشان ما يعملش بيج بالغلط على الحاجة اللي جنبها، وأفصل يعني. أنا ممكن حتى أمسك دول مع بعض وأفصلهم يعني، يعني لو مسكت ده دو اندو، مسكت ده ومسكت ده ومسكت ده برضو، فبعمل بس يعني انا عايز بس احطها على الاكس على ال نعمل ايزوليت، اتاكد بس ان الحاجات دي هي اللي احنا عايزينها يعني ممكن لو حابب تفصل. لا بس ده حتة مع دي مع دي يعني، لو يعني لو تفاصيل ضيقة جدا بقى عايز تبينها بقى تفصل، بس مش مشكلة يعني. بس فبعمل هنا سيبريت، باجي عند الشورت كات اللي انا عامله هنا، اللي هي السيبريت اللي هو بتجيبه من اديت مش او مش سيبريت. بس بفصل يعني، بعمل دي سيلكت الجزء ده، بعد كده بعمل تاني كومباين، فبيبقى الجزء ده حتة واحدة يعني. بعد كده بعمل ديليت هيستوري وفي ترانسفورميشن ريسيت ترانسفورميشن عشان يبقى في نفس المكان يعني، ونفس القصة يعني. يعني بس بسميهم بقى، باجي عند الاسم بسميه يعني، عايز افتكر بس كان الاسم مثلا كده، ناخد الاسم ده كوبي كده، اندو لا مش اندو معلش، ناخد الاسم ده كوبي ونمسك الحاجات دي ونعمل ايزوليت. بس ممكن اخد اكتب هنا underscore high، ومثلا يعني ممكن underscore 01 underscore high مثلا يعني. ممكن تغير 01 ايه دي، تخليها 01 02 مثلا، بس عشان ما يحصلش لخبطه، عشان ده اسم الموديل نفسه. بس بتيجي عند الحاجات دي اندرسكور 2 هاي مثلا يعني، ممكن حتى تسميها ميتال مثلا، ممكن تسميها اي حاجه يعني، ممكن تسميها حتى ميتال يعني، ممكن تسميها اي حاجه انت عايزها يعني. بس ف يعني underscore 1 high underscore 2 high. بس نيجي هنا عند نفس القصة نعملها في الجزء ده يعني، نيجي نمسك الحاجات دي يعني، ممكن حتى برضو تفصل الإزاز يعني لو حابب يعني. يعني أنا ممكن أفصله يعني، غالبا هفصله برضو يعني، لو فصلته هيبقى كويس برضو يعني، نفصل الإزاز معاهم مثلا، نخلي الازاز يبقى مع الحاجات دي يعني. هي الفكرة بس في ان انت بدل يعني كأنك بتحرك الحاجات دي بعيد يعني، فهي الطريقة دي بتنفع يعني، ف يعني من تجارب كتيرة يعني. بس فباجي هنا بعمل سيبريت، بعد كده دي سيلكت، بعد كده كومباين، بسميه بقى الاسم بتاعنا ده لو، خليها مثلا دي 2 يعني عشان التانية واحد، ودي 1 underscore low
ممكن حتى في الهاي نرجع نضيف ال نضيف ال اللي احنا كنا الإزاز، نضيف الإزاز للبتاع ده بس، ونعمل reset transformation عشان يبقى في origin point. بس نيجي عند الهاي بولي، نمسك الهاي بولي كده ونمسك الهاي بولي التاني ده، ده الهاي بولي تمام، حتى نفصل الإزاز ده يعني الإزاز حتة واحدة ماشي، نعمل separate ريسلكت، وهنا نمسك ده ناخد بس الاسم ده ونعمل كومباين، بس نعمل ليت هيستوري فري ترانسفورميشن وريسيت ترانسفورميشن، وبعد كده نسميه الاسم ده، ونيجي هنا نعمل نفس القصة يعني، ونسميه نفس الاسم ده بس واحد يعني، بحيث ان انت كده عندك جزئين، واحد واثنين وبس. بعد كده ما تنساش تعمل مش سموز يعني، ما لما تيجي تعمل اكسبورت ما تعملش اكسبورت وانت دايس اتنين وتلاتة وكده، لازم تعمل مش وسموز، ونفس القصة برضو في التاني يعني، مش وسموز. المش وسموز دول ممكن تتحكم فيهم من الهيستوري، من ال settings دي هتظهر يعني، بس لو عملت delete history هتروح منك يعني، فخلي بالك يعني. فلو هتعمل delete history بسبب الأسباب ارجع لل يعني، لو جيت هنا عشان خلص بس تمام كيو تمام. لما تيجي هنا في حاجة اسمها poly smooth، دي divisions معمولة اتنين، فانت لو خليتها صفر هتبقى صفر يعني. هتقيل شوية بس، لو خليتها صفر هترجع صفر يعني. لما تيجي تعمل لما لو هتعمل دي تيستوري ما تنساش ترجع دي صفر يعني، عشان ما تعملش دي تيستوري وهي كده يعني. ولما تيجي تعمل اكسبورت خليها اتنين، او حسب ما زي ما انت عايز ال subdivisions اللي انت عايزها يعني، اتنين او واحد او اتنين يعني. بس نيجي هنا برضه نفس القصة في الجزء التاني ده، مش smooth كيو، فبقى كده معموله كده. نمسك الجزئين دول مع بعض بقى ونعمل export، نيجي عند الحتة بتاعتنا دي يعني، حسب زي ما انت عايز تحطها. انا بحطها مثلا نعمل فولدر اسمه substance، وبعد كده painter، وبعد كده انا عامل painter عشان ممكن يكون فيه مثلا designer مثلا، بعد كده بسمي اسم الحاجة اللي انا بعملها يعني، وبعد كده فولدر تاني اسمه FFBX اللي هو الحاجة اللي انا لما انت ده export يعني. بس فبسميه الاسم ده underscore high CS. بس استنى بقى يخلص export، تمام. نعمل بقى isolate، ممكن حتى نبعد ده على جنب كده يعني، نشيل ال isolate ونمسك دول برضو نفس القصة يعني. في حاجة تانية برضو، الماتيريال اللي انت هتديه هنا هي يعني، لو اديت ماتيريال للجزء ده بس في بينتر هيعتبره تكتشر سيت تانية، فهيبقى لوحده يعني. فبس فانا في الحالة دي انا مخليه تكتشر ست واحدة يعني، وفي انريل بديله ماتيريال يعني، بديله ماتيريال بعمل اكسبورت مثلا ممكن ساعتها اعمل ماتيريال تاني يعني، بس انا دلوقتي اخليها كده يعني، وبعد كده ممكن ابقى اغيرها، ممكن لما اجي اعمل اكسبورت تاني لانريل ادي الازاز مثلا ماتيريال تاني، عشان اعرف احط لو في الازاز ليه مثلا سيتنجز مختلفة
ترانسلوسنسي والحاجات دي مثلا، او حسب الجلاس بيعمل ايه يعني، او اي، او حتى لو حاجات تانية مثلا نوع ماتيريال تاني فانت بتديله ماتيريال تاني. بس انا في الحالة دي هديله، عشان هو في نفس التكتشر نفسها، نفس الزيرو وان سبيس، فهديله، هدي كل حاجة من نفس الماتيريال دلوقتي يعني، وبعد كده ابقى اعملها يعني بعدين. بس فبمسك الاثنين دول وبعمل اكسبورت، تكون متأكد بس ان كل حاجة كويسة وكل حاجة مظبطة. وبرضو في حاجة نسيت اقولها برضو مهمة، الجزء اللي هنا بس ده اللي هيتعمل عليه بيك، اللي هو اللي في الزيرو وان سبيس يعني. لو الحاجات اللي هي التانية دي، ده مش هيتعمل عليه بيك، ده هياخد البيك يعني، ده هو نفسه، ده يعني الجزء اللي قدام ده الجزء اللي ورا محطوطين فوق بعض، بس هو هيعمل بيك هنا يعني، هيعمل بيك على ده وبعد كده هيتنقل لده يعني. يعني حتى انت ممكن ما كنتش ممكن ممكن حتى ما تبنيش الأجزاء دي أصلا من الأول، وتعمل بيك هنا وبعد كده تبني الأجزاء دي يعني. دي في طرق تانية مستخدمة، بيستخدموها غالبا في ال أكتر في المباني يعني. إن أنت في المباني، إن أنت بتعمل أصلا بلين، بتبقى حوالي حسب ما أنت شغال بإيه يعني، ممكن تبقى 2 متر في 2 متر مثلا، وبتعمل عليها الحاجات اللي انت هتعمل عليها بيك يعني، من المبنى، اجزاء من المبنى، وبعد كده بتبتدي تبني من بناء على الحاجات اللي انت عملتها دي. بس ده يعني دي قصة تانية خالص يعني، بس هي نفس الفكرة يعني. بس فاجي هنا بس واعمل اكسبورت، اتاكد ان كل حاجة مظبوطة، سموز والسموزنج جروبس والحاجات دي اللي هي السوفت اند هارد والحاجات دي، اعمل اكسبورت بقى، اكسبورت في اللي هو الجزء اللو بولي يعني. تمام كده يعني. تمام، اجي هنا عند substance painter، افتح substance painter، اعمل file new، بس سيب الحاجات دي by default يعني. يعني بس اهم حاجة ما يبقاش في اللي هي ال UDIM دي، عشان احنا مش محتاجين UDIM يعني، ويعني دايركت اكس عشان انريل بيشتغل بدايركت اكس يعني، وخلي الديفولت 2K يعني بس. ممكن تلغي اوتو انريب دي يعني، مش مهمة يعني، يعني هي مش هتعمل حاجة يعني، بس هي هتعمل حاجة لو غالبا لو الموديل ملوش حاجة يعني، مفيهوش انريب اصلا. بس بفتح اللو، اتاكد ان هو من المكان الصح يعني. تمام، بقول اوكي. تمام، هنا باجي هنا يعني، ده الموديل بتاعنا، اتاكد ان هو شغال كويس يعني. بس هنا يعني اللي ما اشتغلش على بينتر قبل كده يعني، هو سهل جدا يعني، وفي توتوريالز كتيره جدا سهله يعني. انت ممكن تعمل هنا، اول حاجه بتعملها ان انت بتعمل لاير، تعمل fill layer. دي fill layer يعني مهم جدا انت تعمل الحاجة دي. ال fill layer دي بتبقى بيز، سميها بيز عشان ما يبقاش في اي مشاكل يعني. بس وفي texture set settings بتضيف حاجتين زيادة، حاجتين مش موجودين يعني، بتضيف AO ambient occlusion، وبتضيف ال opacity، opacity عشان الإزاز يعني. وحتى ممكن الاوباسيتي نتحكم فيه بطريقة تانية في انريل يعني، بس هو نعمله هنا يعني. بس باجي عند البيز ده، حتى بضيف اوباسيتي هنا يعني. بس باجي عند تكشر سيت سيتنجز، عند ايوه تكشر سيت سيتنجز، بعمل بيك مش مابس يعني. لو لاحظت برضو عشان هنا في تكشر سيت ليست عامل هو واحدة بس، عشان احنا مدين ماتيريال واحد، فواخد اسم، واخد حتى اسم الماتيريال يعني. انت لو حابب تحط اسم ماتيريال حسب انت عايزه ممكن تعمله هنا يعني، ممكن حتى تعمل رينيم يعني. زمان ما كانش بينفع الحاجات دي تقريبا. بس تيجي عند بيك مش مابس، تختار هنا السيتنجز بتاعتك، في اوتبوت سايز،
احنا المفروض شغالين ب2K ماب سايز 2K يعني، بس احنا ممكن نعمل حاجة كويسة يعني، بتبقى كويسة بتبقى احسن شوية يعني، بس تخليه 4K بس تشتغل على 2K وتخرجه 2K يعني. بس هي لما بتعمل بيك اعلى اوتبوت اعلى احيانا بيدي سيتنجز اعلى يعني. حتى ممكن برضو تعمل اكسبورت 4K وتعملهم تاني فوتوشوب مثلا او سيف از 2K، عشان لما بتبقى اعلى وبعد كده تنزل لاقل بيبقى احسن يعني. بس هي يعني مش هتفرق فرق شاسع كتير يعني، فخليها يعني خليها 4K دلوقتي في البيك، بس هنشتغل 2K ماشي. بس بيبقى فيه هنا ال settings دي اللي هو الكيج الديفولت يعني، معقول يعني كويس يعني، بيجيب تقريبا بيجيب بس لو حصل مثلا ان في حاجة بعيدة شوية او حاجة قريبة شوية بتزود وتقلل الحاجات دي وبتجربهم يعني. بس وفي انتي اليسنج بتخليها في 2x2 و4x4 يعني، هي 4x4 كويسة يعني انسب حاجة. 8 في 8 دي 8x8 تقيلة شوية يعني، بتاخد وقت كتير جدا يعني. وفي ماتش، هي دي يعني هي دي اللي انا كنت قلت لكم عليها، اللي هو ماتش باي مش نيم، اللي هو هاي اللي هو underscore low underscore high يعني. فالحاجات اللي احنا سميناها underscore low underscore high هي ماتش الاسامي يعني. فهنا هو هنا حتى ايه السفكس اللي انت عايز تستخدمه يعني، فهو ديفولت underscore low underscore high. انت ممكن تخليها low poly مثلا او اي اسم انت عايزه يعني. بس لو جيت هنا فتحت هنا الليست دي وضفت الهاي، وبعد كده متأكد ان كل حاجة سليمة، وفي الاي دي خليه دي ماتيريال كالر يعني، هي معمولة ماتيريال كالر يعني. زمان ما كانتش، كانت بتبقى فيرتكس كالر. فدي فايدتها ان هو هي لما تيجي تعمل ماسك، هي في حاجة اسمها ماسك باي كالر اي دي، فهيفهم الجزء ده ميتال مثلا، فهعرف ابيك الكالر ده على طول يعني، فبيختصر وقت كتير يعني، خصوصا ان انت جيومتري حتة واحدة، فمش هتعرف تختار الحاجات اللي انت عايزها يعني، في حاجات معينة مش هتعرف. بس فبقول بيك سيلكتد تكشرز المفروض ان يشتغل كويس يعني. تمام، نستنى شوية بس يخلصي. ماشي تمام، هنا خلص بيك يعني، هو شكله شغال كويس، شكله لقط الحاجات معقول يعني، متأكد. بس هو في حاجة أنا لاحظتها، ال normals نفسها فيها حاجة مش مظبوطة يعني. فدي سببها إن في settings بتاعت البيك مش maps في حاجة اسمها average normal يعني، هي by default معمولة صح يعني زمان ما كانتش معمولة يعني، بس هم خلوها تبقى معمولة معرفش ليه يعني. بس فأنا بلغي ال average normals دي عشان المشاكل الغريبة يعني. لو لاحظت هنا هتلاقي في يعني في زي ميل كده، حاجات غريبة مش مظبوطة يعني، يعني تحس ان هو مش بصل قدام يعني، النورمال مش فيها كده حاجة غلط يعني. فلو لغيت ال settings دي، لو لغيتها هتصلح يعني. يعني نيجي هنا big by mesh by mesh maps big mesh maps. لو جيت هنا وخليت average normal لغيتها، المفروض ان هو يشتغل احسن يعني. فهنعمل بيك تاني ونستنى يعني. الحاجة التانية اللي لاحظتها بس قبل ما نعمل بيك، الجزء اللي ورا كان محتاج يتعمل له اللي هو الحتة دي يعني، المفروض ما يبقاش
الناحية دي المفروض متبقاش شمال، يعني المفروض تبقى لا الناحية دي، معلش الناحية دي المفروض متبقاش شمال، المفروض تبقى يمين. فدي حلها إن إحنا بنيجي في ماية تاني بنمسك الجزء ده، يعني لو جيت عند ماية ومسكت الموديل ده فتحت ال UVs ونيجي هنا نمسك UV shell، فباجي عند ال عند الجزء ده والجزء ده بعمل له فليب، يعني باجي عند دي باجي عند عند دي عند في تحت ترانسفورم حاجة اسمها تولز في فليب، ففليب عايز تخليها رأسي ولا أفقي، فخليها هوريزونتال، ففي دي هتخليها فيرتيكالي ويو هتخليها هوريزونتال، ففليب كده عمل فليب، يعني هو عكسها الناحية التانية، يعني نفس القصة برضو في أختها دي فليب، هو مش يعني مش باين عشان موديل شبه بعض، يعني الموديل معمول له سيمتري يعني. فأمسك تاني كده وأعمل إكسبورت على نفس اللود، باجي عند بينتر باجي هنا، يعني من غير ما أغير أي حاجة ولا أعمل بيك تاني، هو كده كده هنعمل بيك تاني يعني، بس هو يعني حتى لو عملنا بيك برضه هتنفع يعني. أجي عند حاجة اسمها في إيديت في بروجكت كونفيجريشن، بعمل سيلكت تاني للو بولين يعني. أوكي فراح يتعدل يعني بقى على نفس الاتجاه اللي احنا عايزينه، يعني عشان يبقى منطقي، يعني عشان هو اصلا احنا شغالين على الجزء اللي قدام، والجزء اللي ورا ده يعني هو واخد بس البيك بتاع الجزء اللي قدام يعني. بس هنيجي نعمل بيك تاني المرة دي من غير افريج نورمال بقى، نشوف الفرق يعني، بيك ماب بيك مش مابس، نلغي الافريج نورمال، بعد كده يبيك selected pictures ونستنى لحد ما يخلص. مش تمام هنا، تمام هنا خلص بيك يعني. فلو لاحظت هتلاقي ان النورمال مظبوطة المرة دي، يعني هتلاقي مفيش المشاكل اللي كانت موجودة قبل كده يعني. لو دوست بي هيوري لك اللي هي الميش مابس، اللي هي الحاجات اللي اتعمل لها بيك يعني، ده الاي دي اللي احنا عملناه ده، اللي هو اللون يعني، ده اللي هنعرف نعمل بيه بيك للماتيريال. وده الاي او يعني هتلاقيه كده، الاي او اللي هو ambient occlusion اللي هو بيبقى زي الشادو او الحاجات اللي بتبقى في الكورنرز، الحاجات اللي هي غالبا بيستخدم اكتر في الديرت والحاجات دي، لو عايز تضيف تراب وحاجات كده يعني. وفي برضو عندك مثلا البي في الكيرفتشر، الكيرفتشر ده بقى ال edges بتاعت الحاجات يعني، يعني هنا مثلا هيبقى فيه خدش الحديد مثلا، وفي مثلا الحتت دي اللي هي ال edges بتاعت الأحرف بتاعت الحاجات يعني. دي فايدتها ان انت ممكن تضيف ميتال ايدج وير مثلا، او يعني فاريشن في الالوان مثلا في الايدجز حسب زي ما انت عايز يعني. في بي تاني البوزيشن يعني سيبك من البوزيشن دلوقتي يعني، وفي سيكنس ده برضو يعني مهم يعني، وفي النورمال ده مهم جدا برضو يعني، بس يعني هتلاقي بياخد درجات ألوان معينة يعني عشان تعرف يعني
بتعرف منه اللي طالع بره واللي داخل جوه وكده يعني. هو المسؤول عن الحاجات دي يعني، الحاجات اللي هي بتفيك ال النورمال يعني، وورد سبيس نورمال برضو مهمة يعني. بس كده يعني، لو دوست ام تاني هيرجع للام يعني. لو دوست سي هيبين لك الحاجات اللي انت بتحطها يعني. السي هما نفسهم ميتاليك ورافنس والنورمال، بس هو طبعا لسه مفيش حاجة يعني. بس بنرجع تاني ام، لسه ما حطناش اي حاجة يعني. فتمام كده يعني، كده المفروض نبدأ نعمل التكتشرز. يعني ممكن ناخد بس بريك ونكمل. وفي حاجة بس أخيرة عايز أقولها، يعني الجزء زي ده مثلا يعني، ده معمول بيك على بلين. لو حبيت تعمل له زي هايت، ممكن ترجع في مايا وانت عامل يعني، بعد ما عملت بيك عادي يعني، وتبني الجزء ده فوقيه، فوق الحتة دي يعني، وتعمل هتعمله بس انراب يعني كويس، وهتبنيه فوق الجزء ده يعني، عشان لو حبيت تديله هايت يعني. الهايت ده ممكن يبقى حلو في ان هو يضيف شادوز وكده يعني، لما تيجي توديه انريل يعني، وبيضيف اللايت ماب يعني. ماشي، الفكرة في ان انت لو عايز تعمل هايت يعني، تبني جيومتري فوق الجزء ده يعني، هتيجي في مايا هتبني جيومتري، وبعد كده يعني مثلا عندك الجزء اللي احنا عملناه ده موجود هنا تقريبا يعني، في الحتة دي يعني، لو بصيت على الهاي بولي. فانت هتبني جيومتري حسب الشكل ده اللي انت عايزه يعني، لو حبيت يعني. وبعد كده بتعمل ريماب يعني، بعد ما تبني هتعمل لها انراب يعني، الاجزاء دي كده مثلا نمسكها يعني، هتعمل لها انراب، وبعد كده هتحطها فوق الحتة اللي احنا عاملينها دي، اللي هي هو الجزء ده يعني. بس ده لو حبيت يعني تعمل الحتة دي يعني، لو حبيت تضيف لها depths يعني. لو يعني عايز تعمل كده ممكن يعني، لو انت عايز تفصلها خالص عن الجزء ده، فانت هتضطر ان انت تحطها، هتستغل يعني مساحة فاضية مثلا وتعملها تاني. بس في الحالة دي هتضطر انت تعمل البيك تاني من الأول يعني، لو انت حبيت تخليه جزء مفصول يعني عن الحتة دي يعني. دي حاجة تانية يعني، لو حبيت تفصل. فهي دي طريقة كويسة برضو، ان انت لو عايز تستغل نفس المساحة يعني، مش عايز تستغل مساحة زيادة يعني. فيعني هو حتى في هنا مساحة فاضية ممكن تستغلها لو حبيت تبني حاجات تانية، او لو حبيت تعمل اي حاجة تانية زيادة يعني. فتمام كده يعني، ناخد بريك كده بسيط، وان الفيديو الجاي نبدأ بقى في التكتشرز.